طموحات المصريين جميعا بالوصول الى مصر الجديده، الى مستقبل افضل لينا وللاجيال اللي جايه. طيب النهارده كيف سيحقق السيسي كل هذه الطموحات؟ هطرح ده على ضيوفي، وهنسال برضه في القرارات الثمانيه اللي تركها عدلي منصور للرئيس المنتخب حاليا والرسمي بعد حلف اليمين القانونية أمام المحكمة الدستورية العليا بكرة إن شاء الله. عبد الفتاح السيسي، هفكركم بأن القوانين تتعلق بمكافحة التحرش، إلقاء مخلفات في الشوارع لأول مرة، قانون يعني ينظم مسألة إلقاء القمامة، فرض ضريبة 5% لمن تتجاوز دخولهم المليون جنيه، موضوع برضو متعلق بمسألة تحقيق العدالة وتحقيق التوازن في الطبقات الاجتماعية، قانون مجلس الشعب طبعا، قانون أو مجلس النواب مباشرة الحقوق السياسية، فرض الضرائب، عودة منابر المساجد لحضن الأوقاف عوضا عن خطاب ديني منفلت ممكن يأثر فيك ويلعب في الأدمغة ويأثر في الفكر ويحرض وما إلى ذلك، خطاب ديني موجه إلى وسطية الإسلام السهل الدين الحنيف. على كل حال هنتقابل النهاردة مع مجموعة من الضيوف وهنتحاور مع مراسلين وتقارير المراسلين في مصر الجديدة. خليكم معانا، نرجع بعد الفاصل، اوعوا تروحوا في أي حتة. على مدار أكثر من 60 عاما وللمرة الأولى منذ إعلان جمهورية مصر العربية في يونيو 1952 وتولي 6 رؤساء منصب رئاسة الجمهورية، يؤدي رئيس جمهوري منتخب هو عبد الفتاح السيسي طبقا لمؤشرات نتائج الانتخابات اليمين الدستوري في ظل وجود رئيس يحكم البلاد هو المستشار عدلي منصور. ففي عام 53 أقسم اللواء محمد نجيب رئيس مجلس قيادة الثورة اليمين الدستوري أمام مجلس قيادة الثورة بعد خلع الملك فاروق من منصبه، وطلب الزعيم الراحل جمال عبد الناصر من الجماهير المحتشدة مبايعة محمد نجيب رئيسا لمصر. فلنقف جميعا لمبايعة الرئيس اللواء أركان الحرب محمد نجيب رئيسا لجمهورية مصر. تطورت أوضاع البلاد، وفي عام 1956 استطاع جمال عبد الناصر السيطرة على زمام البلاد وتمت صياغة دستور جديد، وتم ترشيح عبد الناصر لمنصب رئيس الجمهورية وطرح الدستور الجديد للاستفتاء العام، وحاز كلاهما على الموافقة بأغلبية ساحقة. الفقراء ليهم الجنة، والفقراء دول ما لهمش نصيب في الدنيا، نصيبهم بس في الآخرة، هم عايزين أيضا نصيب صغير في الدنيا ويديكوا أصادوا نصيب في الجنة. الراحل أنور السادات يأتي من بعد وفاة عبد الناصر ليتولى رئاسة مصر في سبتمبر 1970، وأدى اليمين الدستوري أمام مجلس الأمة في 7 أكتوبر عام 1970، لكن فترة رئاسته انتهت بالحادث المأساوي لاغتياله إثر اختلاف معارضيه على اتفاقية السلام مع إسرائيل التي وصفوها بالسلام المنفرد. في 14 أكتوبر عام 81 حلف الرئيس الأسبق مبارك اليمين الدستورية أمام مجلس الشعب، وظل في حكم مصر 30 عاما بعد فترات التمديد حتى انتهى حكمه مع ثورة 25 يناير. وفي 11 فبراير عام 2011 أعلن عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية تخلي مبارك عن منصب رئاسة الجمهورية. قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية ليتولى بعدها بعام مرشح جماعة الإخوان محمد مرسي رئاسة مصر في انتخابات 2012، ليحلف اليمين الدستوري أمام المحكمة الدستورية العليا. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري. أما المستشار عدلي منصور فقد تسلم السلطة من القوات المسلحة بعد اندلاع ثورة 30 يونيو 2013، والتي انحازت فيها القوات المسلحة لإرادة الشعب المصري بعد أن أدى اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا.
وتنتظر القاعة الكبرى بالمحكمة الدستورية العليا وصول المشير عبد الفتاح السيسي المرشح الفائز بالانتخابات الرئاسية طبقا للنتائج الأولية لحلف اليمين أمام أعضاء الجمعية العامة وفقا للدستور المصري. وفي ظل غياب البرلمان، وهو نفس السيناريو والمكان الذي حلف فيه الرئيس المعزول محمد مرسي اليمين الدستورية العام قبل الماضي. عماد البطراوي، برنامج مصر الجديدة مع عز الدمرداش.